مرة أخرى كنشكروا وسائل الصحافة على الاهتمام ديالها بهذه المسائل ديال الزيادة في الأسعار، فرجاء الحكومة من هذا المنبر ومن المنابر أخرى على أنها تراجع أوراقها فيما يخص الزيادة في الأسعار، لأن لا محالة اللي كنشوفوا اليوم ذكرى ديال 20 فبراير، وبالتالي فهذا نداء للحكومة لمراجعة الأوراق ديالها فيما يخص العدول على زيادات الأسعار اللي كتعرفها جميع القطاعات، خصوصا الوقود، لأن الوقود هو قاطرة التنمية في المدينة، وبالتالي فالأسعار كلها مبنية على الوقود. إلا تخفض الوقود راه غادي تخفض الأسعار ديال المواد الغذائية، لأننا في دولة مغربية، والدولة المغربية مبنية على الدولة الاجتماعية، والدولة الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من المنظومة اللي خصنا نردوا الاعتبار المواطن المغربي. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة ديالنا كيف تعرفوا اليوم هاد الوقفة اللي تنظمات، جاو الناس بعفوية، لأن تضرات الناس في هذه البلاد السعيدة اللي عزيزة على قلبنا. بعد ما هذه الزيادة الصاروخية جميع المواد اللي قهرت الشعب وخلات يخرج وخلات الناس تهضر على حقها، لأنه لا إله إلا محمد رسول الله، حنا راه ما نقبلوش هذه الزيادة هذه اللي ولات. من بعد قرا الزيت كانت شويه لنا ب 10 دراهم 11 درهم، ولات 340 أرخص الزيت، لا داعي لديك الاسم ديالها. بعد ما 2000 كنت تشري ب 10 5 درهم الكيلو، ولات تشري ب 11 درهم الكيلو. واش بيدو ديال الزيت زاد فيه 30 درهم 25 درهم؟ واش ماشي عباره راه هذا الشيء اخويا؟ واش الغازوال اللي هو المحرك ديال الاقتصاد ديالنا حنا كسائق المهني؟ ان تهضر لك الان سائق المهني اخ ديالي، تهضر باسم السائق المهني على ربوع المملكه دابا حاليا، ان راه ما يمكنش هادشي اللي وصلنا ليه اخويا، ان راه كارثه عظمى كبيره. راه ماشي الهشاشه والفقر والفقيع، شي حاجه فوت الهشاشه. راه لا يعقل، لا يعقل هادشي، راه اثمنة خياليه ما عمر عرفها المغرب. تنطلبوا التسقيف ديال الاسعار، التسقيف ديال الاسعار، تنطلبوا من سيدنا يدخل، وتطلبوا من لجنه الحكمه تدخل على هذه المسائل، تطلبوا المجتمع المدني والجمعيات ديال حقوق الانسان والجمعيات ديال حمايه المشترك تدخل على الخط وتدافع عنا كمواطنين. ان هادشي اخويا لا يعقل، هذا يعقل اخويا، هادشي راه بين ليله وضحاها نولوا حنا في هاد الكفيصه هادي. حنا جينا اليوم كشعب مغربي بينا نوقفوا وقفه سلميه تنحتجوا على الغلاء ديال الاسعار والغلاء ديال الغازوال والمواد الغذائيه والمواد الفلاحيه، ودابا الفرس العجزه تتباع ب 50 درهم، واش ماشي عباره هادشي؟ نرجعوا نقولوا الجفاف كاين، ولكن علاش تتباع ب 50 درهم؟ لان الفلاحه راه وتصور النخاله من 80 ل 2800، تصور هادي ل 1800 درهم ل 4000 ريال، شي اثمنه خويا تسمع ما فهمناش حنا هادشي. واش حنا عايشين في كوكب اخر؟ او انا تنظن باني باقي تنحلم، او اضغط احلام هادي، انا تنحلم واقيلا ما حاسش في البلاد ديالي انا المغرب. ان سيدنا الله يزرو ملي جا داك النش وجات حكومه جديده، كان الامل في الشعب المغربي فيها وتطلعات كبيره بين تخدم في صالح الشعب، تعاون مع جهه الملك، كتبع الحكومات اللي دازو، وتعاون مع سيدنا باش نرفعوا بمستوى الشعب والمستوى المعيشي والمستوى المعنوي وكل شيء في هذه البلاد هذه. وفي الاخر تنجي تلقاو كل شيء تضرب زيرو، ارتجاله كبيره، عشوائيه كبيره، تعطيو شي حماسه خطيره وتضرب بنا حنا كشعب وتضرب بنا كوطن. ولذا خويا راه ما قبلوش حنايا كشعب، وتطلبوا بالتدخل يا سيدنا، لانه الحكم وغادي يبقى الحكم باش يتحكم ويحكم لنا في هذا الشيء اللي واقعنا دابا حاليا. تطلب هذا الشيء تنطلب، اللهم شهد اني قد بلغت، بشعر الله الوطن المالك، وهذا الشيء اللي كان اخويا. شكرا لك.